جميل. هو زي ما قال طبعا هو بنعمل بيه تظليل، بس الفكره كلها مش في تظليل لمجرد اوردر، هو التظليل ده بيديني معنى هندسي، بمعنى على حسب تخصصك يعني. معماريين بيستخدموه في حاجه، انشائيين بيستخدموه في حاجه، الميكانيكا بيستخدموه في حاجات، فاهم؟ على حسب تخصصك انت نوع الهاتش وشكله بيدل على ايه، على بيربس او على سيكتور معين. بمعنى مثلا المعماري لما بيجي يشتغل ومعنى ان تلاقي في الحيطه بتاعته هاتش، ده معناه يقول لك ان انا قاطع في مين في الحيطه دي، فبالتالي بيسودها او بيديها نوع هاتش معين عشان تعرف ان هو الحيطه دي اللي مقطوع فيها. طب انا في حيطه ما قطعتش فيها او لقيتها بيضه، يبقى انت فاهم ان هو بيقطع في منسوب الحيطه دي مالها اقل منه، فاهم؟ طيب الانشائي يقول لك اقطع في العمدان، فاهم؟ نهبط الحمامات، لما اجي الحمام اقول له ان الحمام ده متهبط يبقى ايه، اهشره. فلنجات في الميكانيكا، فاهم؟ يحب يهشر اللي ايه، اللي هيقطع فيه، الجزء اللي هيقطع فيه هو ده بس اللي ايه، اللي يهشره. طب واللي ما يقطعش فيه يسيبه ايه، فاضي او ابيض، كانديكيشن على مكان القطع. فاوردر هاتش مش مجرد ان انا بعمل شكل باترن هاتش ايا كان وخلاص، لا، ده ليه مسمى ايه، ليه مسمى هندسي. طيب هو دايما بحب اقول ان اوردر هاتش دوت هو مش سهل، هو بنستخدمه بكذا طريقه. اولا استخدامه بيبقى على حسب انت بتعمل هاتش لحاجه فيها تكست ولا حاجه ما فيهاش تكست، يفرق معايا. يفرق معايا. تعال بص معايا كده، شايفين مين الاول؟ ها؟ تمام. احنا المره اللي فاتت اتكلمنا في اللاير، صح؟ فهمنا كلنا مفهوم اللاير الكلام ده لما اجي ابدا بروفيشنال. النهارده هنشتغل في حاجه اسمها ايه في الموبايل، اللي هو التكست ستايل والدايمنشن ستايل. انك تقفل الشغل بتاعك بقى يا مهندس محمد، انك تشتغل لايرز مظبوط، تكست مظبوط، دايمنشن ايه مظبوط. فلما اجي ابدا اللوحه بتاعتي ايا كانت تبقى مبدا شغاله مالها، اتس اوكي يعني. لما نيجي نعمل هنا مثلا سي تكست، اوتو كاد مثلا، تمام. وجيت عملت التكست جوه المربع كده، وعملت مربع تاني فاضي، عملت مربع تاني يا شباب فاضي، وجيت عملت اوردر هاتش. اول ما اعمل اوردر هاتش اكتب معايا في نوعين، في حاجه اسمها هاتش وذ بيج بوينت، وحاجه اسمها هاتش وذ سيلكت الباوندري. تاني هاتش وذ بيج بوينت وهاتش وذ سيلكت الايه، الباوندري. ايه الكلام ده؟ سيلكت ايه؟ الباوندري. الباوندري، الباوندري الحدود يعني. هاتش وذ بيج بوينت، لما اجي اختار الهاتش كده هندسه، ايه اللي انت شايفه هنا؟ الهاتش احترم مين؟ التكست، وخلى الباوندري عليه عشان تعرف تشوفه في الطباعه، تمام؟ طيب اتس اوكي. لو جيت انا يا ندى قلت له هاتش بس وذ سيلكت الايه؟ الباوندري، يعني اختار الحدود الباوندري، ايه اللي يحصل؟ اوريدي الكفرد على التكست. طب امتى استخدم ده وامتى استخدم ده؟ زي ما قلت براحتك انت. لو انت عندك تكست في اللوحه وعايز تهبط او تهشر الحته دي والتكست يبان، يبقى ساعتها تستخدم مين؟ البيك بوينت. طب انا لو عندي ريكتانجلر زي عمدان مثلا وعايز اعملها بسرعه، يبقى اني احسن لي السيلكت الباوندري. معايا مهندس عبد الرحيم؟ يبقى تاني تفصيله اوردر الهاتش بيفصل لحاجتين، اوردر بيك بوينت واوردر ايه؟ سيلكت الباوندري، تمام. هنيجي هنا، يبقى انا اول حاجه دوست على هاتش، طبعا خطوات اوردر هاتش بعد اذنك، نكتب الخطوات مع بعض. اول ما ادوس هاتش، تاني حاجه اختار الهاتش باترن، اختار الايه؟ الهاتش باترن. ايه الهاتش باترن ده؟ الهاتش باترن اللي قدامنا ده اللي هو نوع الهاتش. هو طبعا في هاتش هنا يعني هاتش سن، هاتش ارض، هاتش مارفل، هاتش على 45، هاتش خطين، فاهم؟ احنا في كشغل هندسي كل نوع هاتش من دول بيبقى ليه مسمى، مش مجرد رقم وبس.
يعني انا مثلا هتكلم كمعماري مثلا، خطين ده معناها طوب، فاهم؟ انت كده قاطع في طوب. ده مثلا هنا في بتاع الطوب ده الكونكريت، هو هنا لما اجي اعمل هاتش كونكريت دي بلوكات، لما تيجي تعمل هنا طوب استخدم البلوكات دي. طيب لو هنستخدم لمدني عندك هنا مثلا ده هاتش الخرسانه المسلحه، ده في ساند هاتش الخرسانه العاديه. هو فين؟ فين الساند؟ فين الساند؟ فوق. فين فوق؟ اهو ده هاتش خرسانه عاديه، فاهمين حاجه؟ يبقى الهاتش مش فكرته ان انا بختار نوع وخلاص، لا هو ده بيرفلكت عليك ايه في الشغل بتاعك، ده اللي يهمنا عشان ما تبقاش انت بتستخدم الاوردر وخلاص. طيب يبقى انا اول هام بختار الهاتش، تاني هام بختار نوع الهاتش باترن بناء على اللي انا عايز ابينه، تالت هام بختار نوعه اللي هو بيك بوينت او ايه؟ سيلكتد باوندري. طيب رابع هام بكتب معايا اسمها هاتش باترن سكيل، اسمها ايه؟ هاتش باترن، هاتش باترن سكيل. ايه هاتش باترن سكيل دي؟ جيت هنا واخترت الهاتش وعملت هنا ويز بيك بوينت، واخترت الهاتش وعملت هنا ويز سيلكت الايه؟ الباندري. مهندس محمد فريد من هنا شايف اللي حاصل؟ حضرتك شايف ايه من بعيد؟ انت مش شايفه هاتش، حاجة ابيض صح؟ لما تزوم يبان لك مين؟ لا انا مش عايزه كده، انا عايزه لما اجي اطبعه يبان معايا في اللوحة من بعيد ان هو ايه؟ فده اسمه السكيل. فعشان كده قلت لك هاتش باترن سكيل، اللي هو السكيل بتاع مين؟ بتاع الهاتش بتاعي. لما سلكت الهاتش كده هتلاقي حاجة اسمها هاتش باترن سكيل، شايفينه؟ بعمل ايه في الهاتش باترن سكيل ده بقى؟ يا اما اكبر السكيل، شايف؟ اما بقول من الصبح ايوه انا قصدي يعني، بس كان لو في حاجات كده تبقى طوبه ومش عارف كده تبقى معموله طوبه مع طوبه. اقلل الهاتش يصغر معايا. طيب لك هي باشمهندس سيادتك لما تيجي تعمل اوردر هاتش بعد ما تدوس هاتش تبدا تظهر لك. انتوا افتحوا لي التاسك اللي انتوا عملتوه، مش بتفتح لوحه جديده. ايه ظبطت معاك؟ لا ما ماشي اشرح عليها، ما ماشي اشرح عليها. طب انت عملت مربع الاوان ازاي؟ اللي بتاع الباتر في حاجه انا هعيد تاني دلوقتي بس عيدها على العمدان اللي عندك اللي هو اللي احنا عملناه المره اللي فاتت اللي هو الاواعي العمدان الراجل الجديد. انت لسه يعني ارسم مربع عادي بس، فاهم؟ لسه اقعد معاك اظبط لك الدنيا في اللي فات. ركز معايا كده، نرجع تاني معلش بس بصوا لي هنا مشاوات. في حاجه تانية ممكن تبقى رخمه بالنسبه لك، احنا عملنا العمدان المره اللي فاتت صح؟ لما اجي اعمل هاتش واخترنا ان اس 131 اللي هو الهاتش اللي هو خاص بقطع العمدان، لو جيت عملت بيك بوينت ايه اللي يحصل يا محمد يا فريد؟ هتعمل كام كليك؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة كليك. يعني ايه أربعة كليك؟ يعني هختار يا مهندس محمد أربع مرات بالماوس. طب ليه؟ عشان هشر مين؟ عمود واحد، وبعد كده أبدأ ألعب في الهاتش باترن ايه؟ السكيل بتاعه بالمنظر ده. لو انت عملتهم كلهم في اوردر واحد ازاي؟ يعني اختارهم كلهم. سيادتك جيت عملت هاتش، السؤال ده حلو على فكره، سيبوا اللي في ايديكم ركزوا معايا.
هو يقصد ايه؟ انا المره دي هعملها بسيلكت الباوندري. الباوندري بيشتغل ازاي انت الجديد؟ بيشتغل ازاي يا محمد؟ بسيلكت طرفه يهشر. رحت انا سيلكت طرف الاربع ايه مره واحده، لما اجي اغير في واحد منهم يغير في مين؟ في الاربعه. سواء كان بقلل المسافات، شايف؟ هتعمل ماتش قصدك؟ لا هو بيسال سؤال تاني، لما اغير في واحد يغير في كله امتى؟ لما اعملهم كلهم فيها هندسه في امر واحد. طب انا لا مش عايز كده، انا عايز قلت سيب الماوس وركز معايا عشان بس ما يزعلش من بعض. اهو انا غيرت في واحد يغير لي في مين؟ في كله. لا مش عايز كده، انا عايز اغير في كل واحد ايه؟ وحدي. خلاص وانت بتعمل اوردر هاتش تعمل ايه بقى يا محمد عبد الرحيم؟ تعمل هاتش الواحد، شايفه؟ عملت الواحد اهو، وتخرج من الاوردر، وبعد كده تخش ايه؟ خش اخرج من الاوردر، وبعد كده اخش ايه تاني. وخلي بالك دي مشكله كبيره، انت اثرت مشكله بتحصل معانا في الشغل. ليه؟ بتلاقي المهندس وهو جاي في هاتش في عمود، يا محمد يا فريد ضرب في هاتش في عمود، ايه ضرب، ايه اللي يحصل؟ هو اوريدي الهاتش ده مرتبط بكل مين؟ العمدان. لما يجي يا ندى يحرك الهاتش ده قوم يحرك مين؟ يعني انت فكرك انت لو انا جيت الهاتش ده كده، جاء بنوب قال لك بقول لك انا احرك الهاتش ده، ايه اللي حصل للهاتش ده؟ اتحرك الباقي اتحرك معاه؟ طيب جيت انا، طب ده بقى مش عكس الشغل. هقول لك دلوقتي، رحت عامل هاتش وعملت الاربعه ايه؟ وجيت اخترت واحد منهم وقلت له اوردر ايه؟ ايه اللي حصل للباقي؟ فتبص تلاقي ان اللوحه بتاعتك انت شغال في حته، وتيجي تطبع تلاقي ايه اللي حصل في بقيه العمدان؟ كله باظ. ايه اللي بوظه؟ انت ما خدتش بالك ان الهاتش ده مرتبط بايه؟ ببعضه. فنعمل ايه بقى احنا هندسه؟ احنا خدناش اوردر اكسبلود، خدناه اوردر اكسبلود صح؟ فيجي بقى ايه واحد زي مثلا كامل كده خلقه ضيق، يقول لي بقول لك ايه؟ انا اروح اعمل ايه؟ اكسبلود. ليه اكسبلود؟ عشان افصل كله عن ايه؟ يعمل كارثه كبيره. ايه الكارثه بقى؟ ان الهاتش ما بقاش هاتش، بقى ايه؟ بقى لاينز. بص لها نفسك ان اللوحه بقت رخمه بقى، عشان تسلكت الهاتش ما خلاص بقى مش هينفع، فاهم؟ فتقعد تمسك ايه؟ خط خط، فهمنا حاجه؟ فموضوع الهاتش خلي بالنا منه كتكنيكاليتي او كأب، يعني تيجي تشتغل عليه في اللوحه لبعض الايه؟ الحاجات الرخمه. طب نعمل ايه؟ انا بجزقهم ازاي؟ يعني بخلي كل سطر في اوردر، عشان لما يحصل حاجه اشفت السطر كله فوق، اشفت السطر كله ايه؟ شمالي، بس السطر كله مع بعضه. لو هتعملهم كلهم واحد مع بعضه براحتك، بس في حاجه عايز اقول لك عليها. ايه هي؟ لو هم كلهم في هاتش واحد، لو هم كلهم في ايه؟ في هاتش واحد. اسمك ايه هندسه؟ محمد. ايه؟ محمد حسام؟ حبيب. محمد حبيب جه يقول لك ايه؟ انا عايز اعمل الاربعه مع بعض زي ما احنا قلنا، ماشي، وعايز اعدل في واحد منهم. وانت قلت لي لو جيت عدلت في واحد وهم الاربعه مشتركين محمد فريد هيغير في مين؟ في الاربعه. محمد عبد الرحيم، في حاجه اسمها ماشي، بص يا عبد الرحيم، في حاجه اسمها هنا اسوسييتيف، شايفها؟ لما ادوس عليها ايه اللي يحصل للهاتش؟ ظهر لي باوندري. ظهر لي ايه؟ ايه الباوندري ده؟ يوصل من الباوندري انك ممكن تعدل في مين؟ في الباوندري نفسه بالمنظر ده، شايف؟ هاتش الغير. لا انت بتغير في ده بس صح؟ بتغير في ده بس، الباقي ايه؟ ملوش دعوه، حتى لو كله ماله؟ كله مشترك، وده اللي انا بعمله في الاخر. يعني لما الاقي الهاتش كده مرتبط وانا عايز اغير في عمود اروح اعمل ايه؟ اروح مشايل اسوسييتيف واروح اعمل ايه بقى؟ اروح معدل في الباوندري. مش فكره اكسبلود بس، هو زي بيديك الاثوريتي انك تعمل موديفاي، فاهمني؟ هو اساسا ان هم مشتركين، فاللي يعمل على واحد يعمل على مين؟ على كله. في الحاله دي مش لازم اعمل اكسبلود. لا هم اوريدي لسه هاتش واوريدي لسه مرتبطين، بس انت عندك الصلاحيه انك تعدل في مين؟ واحد. في واحد. صعب الكلام ده؟ كل بسرعه يعمل لي اوردر هاتش عنده في العمدان اللي عنده في التاسك. جاي لك حالا او كامل هيجي لك.
كل بقى يا جماعه ركز معايا. ايه اللي يعني انت غلطت في ايه؟ شوف التليفون، خلي معاك التليفون. ان كله هو عامل لاير كولوم حمد فريد. انت مثلا كنت عامل لاير باس داش كولوم مثلا. اس داش كولوم. اس داش ايه يا شباب؟ اس داش كولوم. ورسمت كلكم العمدان. عبد الرحيم اشتغلت في الموضوع ده. باس داش كولوم. صح ولا لا؟ لما جيت عملت هاتش انت هنا مختار اني لير. فلما عملت هاتش عملت هاتش بمين؟ فلما تيجي تطبع هتلاقي طبعا احنا بنكبر سمك اللير تمام؟ فبالتالي هتلاقي الهاتش ايه؟ سمكه كبير. طب والعمل؟ يبقى الاول اعمل لير اسمها ايه؟ اس داش هاتش. وانا بعمل اوردر هاتش اختارها قبل ما ابدا اوردر هاتش اصلا. فاهمين حاجه ولا لا؟ تمام. ما انا عارف ان هيغلط فبس ايه احنا نتعلم شويه شويه. يبقى سمكات كام تمام؟ زيرو. فاجي هنا اعمل فلير بروبرتيز حاجه اسمها اس داش هاتش جت واخلي لونها احمر وسمكها ايه بقى؟ زيرو. قبل ما ابدا اكون معلم عليها. انا دلوقتي معلم على اللي اسمها ايه؟ اس داش هاتش صح؟ اروح مهشر دلوقتي الهاتش اللي تعمل لي بلاير ايه يا جماعه؟ يتعمل لي بلاير الهاتش. فلما اجي اطبع يظبط معايا. فهمت يا هندسه؟ فهمت يا فريد بيه؟ لا. طيب نعيد تاني. بس كلمه تاني وادخل الحوارات دي وخلصها بره. انا نفس رقم بتصل منه بس خلص الحوارات دي بره. محمد فريد بص يا باشا، احنا لو كنا عملنا اللاير اللي اسمها اس داش كولوم شايفها وجينا عملنا هاتش كل بس الناس تركز معايا كده. لاير الهاتش هي نفسها لاير مين؟ فما ينفعش لما اجي اطبع ايه اللي هيحصل؟ يعني بص يعني لو جيت عملت كده ايه اللي هيحصل؟ بص شايف عامل ايه؟ العمود سمكه وسمك اللي جواه نفس السمك. انت اسمك ايه؟ فيا ابراهيم اما اجي اطبع هتلاقي ايه اللي هيحصل؟ ان اللوحه بص كده شايف العمود عامل ازاي؟ هو حته سوليد. لا مش ازرق بقى، انت بتطبع ابيض واسود. فهتلاقي العمود بالنسبه لك هو عباره عن ايه؟ عن كتله سوداء. فاهم؟ طب ده ليه؟ لان لاير الهاتش هي نفسها لاير مين؟ الكولوم. لا احنا مش عايزين كده، احنا عايزين الهاتش اللي جوه العمود يبقى اللاير بتاعته مختلف لان سمك الخط فيها ماله؟ مختلف. فنعمل ايه؟ قبل ما ابدا اعمل الاول لاير اسمها ايه؟ اس داش هاتش. ولما اجي ارسم الهاتش اكون ناكتف مين؟ اللاير دي، بحيث لما اقول له وريني الطباعه يظهر معايا. يعني نيجي نعمل ايه هنا؟ اروح جايب اس داش هاتش الاول واعمل هاتش واعمل كده. ايه اللي حاصل؟ بص واخد بالك من العمود ده سمك الطباعه. العمود ماله؟ العمود ظاهر معايا شايف؟ والهاتش اللي جواه ظاهر برضه. ليه؟ لان سمكه ماله؟ زيرو. لكن لما كان سمكه سمك العمود اللي حصل باظ. فهمنا الكلام ده؟ يبقى الشاهد من الكلام وانت شغال بلايرز او شغال بوردر هاتش عامل فريق، لازم الاول اكتف لاير هاتش يا عبد الرحيم قبل ما ابدا اوردر ايه اصلا؟ اوردر هاتش. يعني كده يا جماعه اوردر هاتش فهمناه من الاول للاخر. من اول موضوع بيج لاين بيج بوينت صح؟ ايه فرق البيج بوينت؟ بتحتاج التكست صح ولا لا؟ سيليكت باوندري يعني هو سيليكت
باونديات بتتعامل بتاع كله. بس بكليك واحده بتعمل معاها الشكل كله. حلو قوي. وبعد بقى انا بيج بوينت سلكت البوينت اللي ببدا اشتغل على حاجه اسمها هاش باتر بايه؟ سكيل ببدا اكبر واصغر بيه. السكيل وفي حاجه اسمها هاش باتر بس اللي هي الاشكال اللي عندي فين؟ في الهاش اللي تقدر تخليني اوظف الهاش ده هاش عمود ده هاش بلاطه ده هاش ارض ده هاش ساند ده هاش جرانيت اند سو. صح يا جماعه؟ بعد كده اعمل له سمك قبل ما ابدا اوتر هاش اعمل اول اللي هي الايه؟ بتاع بعد كده ابدا اوتر مين؟ بعد كده كل الناس تنسى الهاش اللي عملته وتعمل اللي هي الاول اسمها اس داش هاش وبعد كده تعمل هاش. يلا الناس الجديده تاني هتقعدوا جنب حد شغال تبصوا معاه لحد ما انا اقول لك هنعمل ايه دلوقتي. ماشي اقعد جنب ابراهيم اقعد جنب ايه يا حبيبي؟ نمسح هاتش ده ان شاء الله بقى عمود عمود سميه هاتش مسح ده من دي البروبورت بره طرديه دي صح يلا سويت هعملها دلوقتي في المعماري ولا اي اعرف. بص بالنسبه لل ماشي خلي ال 3 0 هندسه اللير بتاعتها 0 ما انا عملتها عشان تبقى كبيره زي دي. انت مش عاملها 0 هندسه انت عاملها 0.7. ايوه ماشي ما انا عملتها 0.7 عشان تبقى نفس العدد. الهاتش ليرها ب 0 فاهمني مش 0.7 المدي بتاعت العمود يعني عامل بتاعت العمود كبيره زي دي عريضه زي دي كله دي كام بتاعت الكولوم دي كام بتاعت الكولوم بوينت 5. طب نعملها بوينت 5 بس مش طالعه بوينت 5 زيك تمام مش تظهر غير لما لما تدوس على الثلاث شروط دول. دوس على الثلاث شروط دول الثلاث شروط دول تمام لاين ويت فين لاين ويت لاين ويت اهي ايوه بعد كده تدوس على الثلاث شروط دول ايوه بس تظهر معاك ده عشان الطباعة؟ مش الطباعة وفي اوتوكاد نرسم وفي اوتوكاد نطبع يا باشا في ايه؟ بقول لك هو في اوردرات للرسم العادي وفي اوردرات عشان الطباعة؟ لا في خصائص عشان الطباعة مش اوردرات الطباعة دي هنعرفها برضه ما هي احنا اللي شغلنا عليها دي بعتلكوا على التليجرام التاسك الجديد اوضه صغيره شقه صغنطوطه مصر رمضان مش هنحطه على فيسبوك ايه يا باشا مش هنحط التاسك
ماشي هان في جروب في كل حته. انت السوشيال ميديا تلاقي نفسك بص يعني مين بيسال ايه يا باشا. تمام يا باشا حط بس التاسك تاسك جديد. حضرتك وليد محمد حسني؟ لا والله اسمه وليد صلاح حسن. انت مش باين عندي ايه؟ مش عارف. الناس الجديدة شغل جديد بأساليب جديدة، احنا شغل قديم قفلناه تمام؟ فعايزكم تركزوا معايا فيه. تبعت حاجات؟ لا مبعتش حاجة. تمام. ده تاسك جديد يا باشمهندس؟ بإذن الله. نركز مع بعض. شباب معماري بقى نركز مع بعض معماريا. النهارده هنعمل ايه في الرسم اللي قدامنا دي؟ طبعا هي مفروض على موبايل كل واحد فيكم دلوقتي صح. احنا النهارده هنعمل الحيطان والشبابيك والبيبان وبكره هنعمل الفرش تمام. طيب الناس الجديدة واقف ليه كل ما يقفل معانا خلاص يعني افتح صفحة جديدة. بصوا بقى يا شباب طبعا على اساس اي حاجة معماري لو في حد هنا ماسك معماري يرفع ايده انت بس تمام. اي شغل معماري احنا متفقين في الكورس ده هناخد كل الايه؟ كل التوبكس يعني المدني خلينا مدني قطع واعد مش عارفين في اشهر بردت ناخد بلان معماري بردت كده ناخد كهرباء بعدها ناخد ميكانيك بعدها نرجع تاني مدني فاهم؟ انا ربطت الجرافيك طب في رمضان اتصرفت؟ خلاص فلاش كفايه مبدئيا بهزر اكيد قلت انت لسه جاي من مدرسه اتاخر وعارف ليش خلاك هندسه في حقوق لا ولا اي الحيطان اول هام في المعماري لو جروب تسمعوا عني لازم يحل الفراغي يحل المنشا الفراغيه. بمعنى ايه؟ يعني بيجيب الاول باش الارض ايه؟ فاضيه يبدا يحلها فراغي. يعني ايه فراغي؟ يعني يحل فراغات فين السلم؟ فين الاوض؟ فين الدخله؟ فين الحمام؟ فين المناور؟ فين الجناين؟ فين الشبابيك؟ فين الشمال؟ فين الجنوب؟ لازم بيحلوا ايه؟ بيحل قطعه الارض فراغيه. ده بيبقى من اصعب الايه؟ المهام الصراحه في الديزاين. عشان تساتسفاي العميل ان العميل عشان يوصل بالدرجه يعني هو ما يهموش لا انشائي ولا صحي ولا ايه؟ ولا كهرباء. بالنسبه له كل ده ايه؟ هيمشي روتين وايه؟ ويخلص عادي. مشكلته في مين؟ في انا لما اخش الشقه ولا اخش العماره شكلها يعني توزيعها ازاي؟ المدخل قد ايه؟ الشقه قد ايه؟ كم اوضه؟ طب الحمام قصاد الاوض ولا لا؟ ده اسمه ايه؟ شغل معماري وحل فراغ. تمام.
البيانو قدامنا ده بلاك بسيط جدا يعني كان الكود يعتبر زيرو بس هو يعني هيدخلنا كود مين؟ عمارة هنتعلم فيه كذا اوردر فهنتعلم حاجه اسمها بولر اري هنعيد تاني على اوردرات مالتي لاين هنتعلم ازاي نعمل باب وبالتالي هنتعلم ازاي نعمل ارك فاهم؟ شغل جديد بس شغلنا كله هيبقى بالايه؟ باللايرز احنا متفقين على مرة وقفنا لحد فين يا فندم رمضان؟ ان احنا عملنا لايرز المره دي كده واحنا بنكمل على اللي احنا خلصناه بنقدر يا ابراهيم لايرز وابدا اكمل من بعدي طيب ايه اللايرز اللي ممكن احتاجها في شغل المعماري؟ نكتب مع بعض بقى كده اركتكتشر بلان او لوح معماري فانز غالي انا ما عنديش الرسمه دي انت مش عندك التليجرام؟ اه ولسه مسطبه؟ اه دخلت على الجروب؟ مش عارف اوصل الجروب طب فين الايميل اللي انا بعته لك يا بيه؟ ايميل اهو ارجع اقفل ارجع هات الايميل مش عايز البي دي اف انا ايوه تمام مش ظبط كده دخلت على الجروب هنبعت الصوره تاني وهتيجي حضرتك تاني ماشي نعم طب الفيديوهات بتاعت اليوتيوب نكمل بقى باشا عشان نخش مع بعض ايه اللايرز اللي ممكن نحتاجها نكتب مع بعض اول هام لايرز الدوز يبقى اس ولا ايه اسمك ايه احمد يعني ايه ايه ويعني اس اس اللي استخدمناها في المثال ده كان اختصار لستراكشر ويعني ايه ستراكشر شغل الانشاء ان ليه بقوله نبدا اللاير بايه اختصار لمين ايه اركتكتشر صح يبقى انت كده فاهم يا اسمك احمد ها فاهم يا احمد ان انا لما اجي اعمل اللاير يبقى كل قسم بايه بالحرف بتاعه الاستراكشر اس الاركتكتشر اي بلاين بي صح ولا لا انا ابراهيم طيب هنحتاج ايه داش دورز صح وايه داش ويندو مظبوط وايه داش وولز كيتشن لا ده ما اسموش كيتشن اسمه فرنيتشر ايه داش فرنيتشر تمام يعني ايه فرنيتشر اللي هو الفرش اللي جوه فيس طيب وهنحتاج ايه داش تكست من امام الايه التكست اللي موجود وهنحتاج ايه تاني ايه داش دايمنشن صح تمام دي اللايرز اللي احنا ايه ممكن نحتاجها صح انا بص بحاول دايما اعودك قبل ما اشتغل في اي حاجه بتلخص احنا ايه هبدا بيها بشويه صعبين باللايرز تاني حاجه بقى عايز اعلمها لك قبل ما نبدا في دي اسمها التكست ستايل والدايمنشن ستايل اللي هو انا لما اجي اكتب تكست او اعمل دايمنشن واكس المدار ما يبقاش اي تكست او اي ايه دايمنشن لا يبقى تكست سبيسيفيك وبروفيشنال ودايمنشن سبيسيفيك وبروفيشنال طب ده اعمل الكلام ازاي وهيفيدني بايه؟ ان التكست ما يكونش هندسه ايه؟ شكله وحش في الطباعه ارتفاعاته بايظه طبعا في الطباعه في الاخر انا بعمل كل الكلام ده عشان الطباعه في الاخر وتطلع في الاخر ما ينفعش اللوحه الفونتات اللي فيها تكون كبيره وصغيره لا كل الالوان ايه؟ وان سايز فاهم؟ يعني حتى لو السياق مختلف لا لما امسك اللوحه لما امسك الرادار الاقي الكتابه جواها مظبوطه مفيش حته كبيره وحته صغيره وحته مش عارف ايه وحته لا كله نفس الحاجه وبالتبعيه الدايمنشن الدايمنشن عباره عن خط وفيه ايه؟ وفيه تكست عباره عن ايه شباب؟ خط وفيه هندسه وفيه تكست طيب احنا المره اللي فاتت علمنا اللايرز وعرفنا ازاي نشتغل بقى اساس بروفيشنال نيجي بقى مع بعد اذنك التكست فاكتب معايا شايفين السهم الصغير ده؟ في سهم هنا اهو شايفينه؟ سهم فوق كده هنا جنب كلمه دروينج في الحته دي هتدوس عليه اه هتلاقي حاجه اسمها شو مينيو بارت هتلاقي حاجه اسمها هندسه شو مينيو بارت شو مينيو بارت شو يا شو فين درونج دي اصلا طيب شو
ماشي بعدين انا تعالى تشحن خلاص. شو منيو بار؟ وبعد كده ركز معايا هتلاقي قائمه اسمها فورمات. شايفين قائمه فورمات؟ جنب تول. من فورمات اكتب معايا تكست ستايل كامل. تعالى بسرعه. من فورمات ايه يا شباب؟ تكست ستايل. شيل فورمات. فورمات اهي فوق جنب انسيرت. انت مش شغال معايا ليه؟ كامل. شوف كده بقى. فوق هتلاقي حاجة اسمها فايل وينسير ثم فورمات. من فورمات اختار ايه؟ تكست ستايل. تكست ستايل دي تاني حاجة بعملها بعد اللايرز. تاني حاجة بعملها بعدها يا شباب لير. بعد اللايرز. طيب ليه بعملها بعد اللايرز؟ عشان وانا شغال شايف التكست ده، التكست ده بيبقى وحش في الطباعة. يبقى شكله يا شباب وحش من اصول الكلام مش لطيف. الفونت اللي انا فاكر اشتغل بيه اكتب معايا اسمه رومانسي. اسمه ايه؟ رومانسي. لا مش رومانسي دي. اسمه رومانسي في ركز معايا هنا يا بنوب وبطل تهزر. شايف الفونت نيم؟ اه. تلاقي حاجه اسمها رومانسي اهو. ايوه اول واحد ادي رومانسي. رومانسي ده الفونت المفضل في الطباعة. ليه؟ هو أولا مفرغ. يعني ايه مفرغ؟ يعني من جوه فاضي، وفي نفس الوقت بيكتب التكست بتاعي. فيا ابراهيم ما بياخدش مني حبر، فاهم حاجة؟ يعني هما ليه يحبوه في الطباعة الرومانسي ده؟ عشان من جوه ماله مفرغ، ومن بره عامل الاوت لاين بتاع التكست، فيبقى لطيف في الطباعة. تمام؟ اسمه ايه الفونت اللي شغالين بيه هندسة؟ ابراهيم. اسمه ايه الفونت؟ رومانسي. رومانسي. سكيل. اكتب معايا سكيل 1 ل 100 الهايت بتاعه 24 من 100. تكتبش ليه؟ لا ده رقم النهارده. لا ورقه وقلم مش طايق معايا. ايه يا باشا؟ نعم. سكيل 1 ل 100 24 من 100. تاني سكيل 1 ل 100 24 من 100. كل واحد لخمسين 12 من 100. واحد خمسين 12 من 100. لا انا
الفرق بين 1% انت 51 ده ضعف ال 1% ضعفها ماشي وال 200 دي ضعف ال 100 حلو ليه؟ ال 100 دي الريفرنس بتاعك وده بتطلع هو انا بالنسبه لي ال 100 هو الاساس صح؟ 51 انا بقدر اضربها في كام؟ 2 صح؟ طب 12 من 100 لو هتضربها في 2 تبقى كام؟ 24% تخيل كده معايا لوحه كبيره عندك يعني لوحه جنبها لوحه جنبها لوحه ده سكيل 1 ل 25 سكيل 1 ل 50 سكيل 1 ل 100 وكلهم جوه ايه نود تمام؟ انا بقول لك كذا بروفيشنال انجينير لازم ان كل الفونت يطلع ايه؟ واحد فجيت في 1 ل 25 دلوقتي في كام؟ في 4 بس 6% بقت كام؟ 24 و1 سهل في كام؟ في 2 فال 12% ضرب في كام؟ 2 بقت كام؟ 24 و1 هنا تفضل زي ما هي كام؟ 24 مالها وتطبع كده كل الفونت اللي في كل لوح مالها مظبوط مع انهم بسكيلات ايه؟ مختلفه فهمت حاجه؟ يبقى تفعيل السكيلات دي ما هي عشان وانا بقطع يبقى كله طالع معايا في اللوحه ايه؟ حلو فهمنا؟ تعالى نشوف نطبقها ازاي نيجي هنا نيو تكست ستاين نيو واحد داش 100 والداش دي اللي هي ناقص معايا يا بنوب يا بنوب سيب الموبايل بام الزمالك يا بنوب واحد داش 100 الفونت نيم اسمه رومانسي ماشي والهايت 0.24 حد يشتغل معايا كله يركز معايا هنا واسيبكم تشتغلوا وقتكم ركزوا معايا ده جديد ده الكلام ده جديد يعني هتعرفوا تطبقوه معايا انتوا الثلاثه طيب عايز اعمل 1 ل 50 اقول له ايه نيو 1 ل 50 1-50 12 من 100 نيو 1-25 0.06 نيو 1-200 84 من 100 او 48 من 100 ايه نيو باشا 1% 24 من 100 1-50 12 من 100 1-25 6 من 100 1-200 48 من 100 ايه اللي مش مفهوم؟ هاجي على 1-100 واقول له ست ايه؟ واعمل كلوز صعب الكلام ده يا شباب؟ كل يعملها لي بسرعه حتى الجداد يلا لسه طيب ممكن ثواني هنا كامل تعالى شوف مهندس غالي انا هكون معاك بس عشان انا بحب ايه برقط ناس كده مش على فكره الهاتش اللي عملناه بالاحمر دوت ما طلعتش بالاحمر طلع بنفس اللون دوت خلي بالك والله صدقني ما اعرفش ليه مش احنا عملناها احمر عملناها احمر اه انت عشان ما اخترتوش قبل ما ترسم اخترت صدقني يا مهندس يزن اهلا بيك يا فندم هو ده عرض بلاك فرايداي بيكون يوم الجمعه بس سيادتك بتبقى ب 160 دولار حضرتك بتدفع في اول الدبلومه 80 دولار في نص الدبلومه 80 دولار اوكي زي ما حضرتك بعت لك المسج مظبوط اللير موجود جوه ماشي ماشي ايه حد عايز حاجه اهو عايز نعمل بقى ليه؟ ليه؟ صغر الاسكيل بس صغر فيه اول ما طيب بص بقى بالنسبه اللي هو قال عليها ديت احنا عايزين نطلع بقى طيب ماشي انا بيجي بقى ساعات ده كل ده بيتغير بيبقى لوحه ثانيه خالص ما اعرفش بس دوس صدق اهو شو مني ور فين شو قبل الاخير اه بس ده بعد فورمات فين فورمات بقى اه التكست ستايل بص لا تكست ستايل هي دوس بس اختار بقى دوس نيو نيو تكتبه اهو هدي نيو دوس 1-100 واحد بص كده طبعا بس ليش
لا لا هيفرق معاك في الطباعه بس مش اكتر من كده. يلا اعمل بقى التكست. التكست من فورمات التكست ستايل. انا خلاص خلصتها دي. تمام مش تكست ستايل اللي هي اختار دوت. اللي اختار دوت طب انا اليوتيوب بخش مش عايز اي حاجه. هات كده اليمين. يا باشا جميل. دوس على اليوتيوب. اي مكان ما بيفتحش اي حاجه. هيفتح يوتيوب. هات تاني. انت ما بعتليش الحاجه على التليجرام. لسه ما اشتغلناش فيها. هات القديم. طيب بعت لك القديم والرسمه دي. ها وريني اهو. بعت دخلت على الميل ودوست. دوست على دي. طيب تمام. ما مصدق والله. دي جت احنا ناخد بريك صح؟ لا وريني اهو يا باشا. ده عذبنا عشان انا عملت حاجه. انا طيب اعمل اشتراك ده. بس هما فيديوهين. بس اعمل اشتراك للقناه وسبسكرايب. ماشي. بس ده كلنا. جميل. خلي بالك انا بعلمك وتعلم تشتغل لازم ايه عارف الاهم من الشغل تظبطه.
اللايرز ظبط التكست ظبط الايه الدايمنشن وبعد كده ابدا ايه هندسه اشتغل لكن انك تدرس مشتغل وتبص لها في الاخر الدنيا بايظه تاكيد ما يبقاش صح. تمام يلا يا شباب كلنا عملنا التكست كله بقى يكتب معايا من فورمات برضو بس دايمنشن ستايل وهنعمل احنا عملنا كام سكيل هناك في التكست هنعمل برضو 4 دايمنشن بس في واحد بس معلش عايز اوده في التكست اللي هو من فورمات تكست ستايل الواحد قول لي انت بقى عايزين نعمل واحد تكست ستايل 1 لـ10 واحد لكام قول لي ارتفاعه يبقى كام يا ابراهيم احنا من شويه فسرنا يا احمد اسمك ايه احمد صح احنا من شويه فسرنا انتوا الاثنين فسرنا المنطق بتاع مين التكست ستايل اللي هو الفروق بينهم انا بقول لك عايز اعمل سكيل 1 لـ10 يبقى ارتفاع كتابه كام 24% يبقى كام 0.24 يبقى 24 من 1000 صح كده متركز معايا مش احنا قلنا ال 12 من 100 لما اتضرب في 2 ب 24 طيب انا بقول لك عايز اعمل سكيل 1 لـ10 يبقى هيتضرب في كام؟ في 10 ايه اللي يتضرب في 10 يديني 24 من 100 يبقى 24 من 1000 فاهمني؟ ركز معايا يا احمد بيه مش تخش معانا في المود فانا عايز اعمل سكيل 1 ل 10 و24 من ايه يا شباب؟ و24 من 1000 تاني نعمل تاني تكست ستايل كده يبقى احنا عاملين 5 5 بقى دايمنشن ستايل تعالى بقى نعمل واحد منهم من فورمات دايمنشن ستايل كل يسيب الماوس ويركز معايا والله بس هي كام خطوه واحد لمية دايمنشن ستايل فيها متغيرات كتير ايه هي بقى عندك لاينز عندك سيمبل اند ارو عندك تكست عندك برايمر يونتس تاني عندي ايه عندي لاينز وعندي سيمبل اند ارو وعندي تكست وعندي برايمر يونتس واحد واحده كده امسك واحده واحده اقول لك هتعمل ايه فيهم انا الغرض من اللي انا بعمله ايه في الدايمنشن ده بس تبقى فاهم ان انا اطلع شكل دايمنشن مظبوط يعني جرو لايف هو الواحد دي عكس اللي عندنا دي عكس اللي عندنا احنا في 2016 دي مش موجوده انا بقول انها مش موجوده مش موجوده انا عندي عثمان سيت كارت ونيو موديفاير بس نيو نيو واحد ده شمال اكتب تكست واحد ده شمال هيظهر لك نيو نيو واحد داش مية نيو واحد داش مية هنرجع بقى هنرجع بس ما نزيد اللي طلع عند هنرجع بعد كده هنرجع ماشي بس خلاص لسه مع ايه نيو داش مية تاني فيش نيو عندي نيو في الاول يعني مثلا انت هتعمل نيو وواحد داش مية ماشي طب اقول له واحد داش مية بيجيب لي رسالة تعمل واحد داش شكلها عامل ازاي؟ هي علامة الناقص واحد ماينس ماشي انت عاملها انت عاملها يا هندسه احنا بنعمل فورمات دايمنشن ستايل فورمات دايمنشن ستايل مش سيادتك بتختار تكست ليه من فورمات من فورمات ايوه دايمنشن ستايل فوق كمان بس يلا نيو نيو يا باشا والاسم 1-100 ديسكونتين ركز معايا انت ماشي يا باشا تمام وانت هندسه احمد ايه اللي بعد كده ايوه انت مركز معايا تمام ابراهيم مش فاهم حاجه تمام بس اقف لحد هنا كل يكتب يلا معايا واحده واحده كده اللاينز هنعمل ايه في اللاينز سيمبل
بس كده. اللاينز في حاجه اسمها اكستند بيوند دايمنشن لاين، شايفينها؟ اه. في حاجه اسمها اوفست فروم اورجن، الاثنين دول حطهم بصفار. اكتب في الكشكول الاول يا عبد الرحيم، يعني اكتب معايا المتغيرات اللي هنعملها. ده اي حاجه، ده اي حاجه. انا هقول لك بقى يفرق ايه 1 ل 100 من 50 من 25 ل 200. تاني اللاينز قلنا الاكستند بيوند دايمنشن لاين والاوفست فروم ايه؟ فروم مارجن. الاثنين دول بزيرو، الاثنين اللي هيعملوا مهندس رمضان بزيرو. فهاجي هنا واقول له ده زيرو وده زيرو. خلاص عرفنا اول حاجه بنعملها في لاينز يا ابراهيم. نخش على سيمبل اند ارو. ماشي تعالى نفهمه. الاكستند بيوند دايمنشن لاين الامتداد اللي ورا الدايمنشن. يعني انت شايف خط الدايمنشن ده؟ شايفه اهو؟ ممكن يعني وانا بعمل دايمنشن ممكن خط يبقى فوقه. انا ما بحبوش. بقول له حطه بكام؟ طيب والاوفست فروم مارجن، شايف انت الخط ده بقى اللي هو الواقف ده؟ ده لا يعني ماسك في مين؟ في الاليمنت. يعني تيجي تعمل دايمنشن يطلع بايه؟ بخطين. لو انت حطيت رقم مش هيطلع من تحت، هيبقى حته فوق بس صغيره كده، فاهمني؟ فهو ده عشان شكل الدايمنشن يبقى زي مربع كده، فاهمني؟ فاحنا الاكستند بيوند دايمنشن لاين بيبقى بكام؟ زيرو. والاوفست فروم مارجن بكام؟ زيرو. نخش على السيمبل اند ارو. تمام. ده اللي احنا عملناه في اللاين بس. ايوه. تمام. في حاجه اسمها الارو هيد. شايفين الارو هيد؟ بخليها اوبليك، بخلي نوعها اسمه اوبليك المايل. اوبليك مايل، بخلي الدايمنشن اوبليك مايل. الفيرست والسكند صح؟ انت بتغير واحد تاني بتغير لوحده. اسمها ايه؟ سيبها مالكش دعوه بيها. تمام. تمام يا شباب؟ اوبليك ده الارو ايه؟ الارو سايز. فين هي دي؟ سيادتك هتلاقيها خط المايل اهي. تمام يا شباب؟ تمام. نيجي بقى اللي هتختلف وانت بتكتبها كده عندك في الكشكول دي، هتختلف باختلاف السكيل يعني. ليه بقى؟ الخط الميت ده اللي بيبقى على الدايمنشن اكيد مش ثابت، لان الكتابه اللي فوقيه مش ثابته صح؟ ممكن تبقى 24%، ممكن تبقى 12%، ممكن تبقى 48%، صح؟ ممكن ايه يا هندسه؟ بتختلف. بتختلف باختلاف ايه؟ قلنا السكيل صح؟ فطبيعي ان الخط المائل ده كمان هو يختلف باختلاف مين؟ السكيل. بتقل قد ايه بقى كامل؟ لا اللي هي الارو سايز. كام؟ لا بوينت 2. ده لو سكيل كام؟ 1/100. هي التكست ستايل، التكست ستايل بتاع ال 1/100 كام؟ 0.24. حلو، لما كامل قال لك بوينت 2 هو كده قال لي كام؟ لا قال لي كام على التكست ستايل؟ قال لي كام؟ 0.4 4 من ايه؟ من 100 صح كده؟ يعني هو احنا بنقل بنسبه من 4 5 3 يعني ايه بقى؟ يعني ما بتخليش ارتفاع الخطين قل ارتفاع مين؟ كده بتخليها ايه؟ اصغر سن عشان الكتابه تبقى هي اللي باينه ويا دوب بس الخطين بيقول لك ده من فين لفين؟ صح. فهمنا حاجه؟ ده اسمه ايه يا شباب؟ اسمه الارو سايز. ده بيختلف باختلاف مين؟ الكتابه. يعني انا شغال سكيل 1 ل 50 هعمل الارو سايز ده كام؟ هو ال 1 ل 50 الاول ارتفاع الكتابه فيه كام؟ هو بوينت 1 2 صح؟ يبقى لما اجي اعمل الارو سايز هخليه كام؟ ها؟ وفي دور ده صح؟ وفي دور 9 اقلله ايه؟ اقلله شويه. طيب 0.6 0.2 فهمت حاجه؟ يبقى الار سايز بيختلف باختلاف مين؟ التكست ستايل. انا شغال بتكست كام؟
يبقى انا اعمل الاوت سايز كام؟ يبقى انا عايز اقول لك يا ابراهيم يبقى كل كونستنت كل ثابت ما عدا مين؟ الاوت سايز. صح؟ جميل. فهاجي هنا واقول له ايه؟ واقول له ده 0.2. صعبه؟ كل الناس تعمل لي لاينز والسيمبل عندها بسرعه كده يلا. الاثنين دول اللاينز والسيمبل اند ار. ماشي. يا باشمهندس. يا باشمهندس. الو. التكست بلاسمنت بقول له ابوف. التكست بلاسمنت اسمه يا شباب؟ ابوف. تكست بلاسمنت. اه. ابوف. ايه اللي ابوف؟ اللي هو الفيرتيكال. الفيرتيكال بخليها ابوف. هوريزونتال. شايفين معايا؟ يا احمد تكتبش ليه يا احمد؟ تكتبش ليه؟ يا عم خد قلم يا عم. لا هو ده حاجات جديدة والله. مش ده قديم خالص. كان جديد يا باشا هو في فيديو على كام فيديو. انا عشان الله موجود. الفيديو اللي فات عجبك؟ ايه الفيديو اللي فات عجبك؟ حاجه وحشه الله يخليك. انا كل علاقتي بالاوتومات كانت ان انا اخد مقاس البيت كان اباظ من الرسومات الاباظ زي كده بس الجو بتاع الدحيح ده ودوس الجرس ارجع الدحيح عشان اشعار تجيلي وبتاع. كان منزل حلقه امبارح بتاعت عدم النوم دي ولا الدحيح قال لي صعب بس يعني هو بيجمع بيكتب بيجمع معلومات الصراحه بتبقى شويه قويه. هو بتهاجمه دكاترة الجامعة من هاجبها احنا يعني مع احترام يعني اسمع اديداس يا باشمهندس موقف الاسئلة على اديداس يا عم انا مالي فايتني كتير؟ ايه؟ فايتني كتير؟ ده انت فاشل كتير جامد. طيب لا والله ده هو قال مقولة امبارح عجبتني اول واد الدحيح ده نزل عليها كده بيتكلم على ايه؟ قلة النوم. يقول لك في وظايف هتبدا تندرج او تتصنف عالميا انها وظايف مسيطرة تمام؟ يعني فكره ايه مسيطرة؟ في فعلا ناس محاسبين في البنوك مثلا اللي هي الوظائف اللي انت مثلا بتبقى مخلياك مش عارف تنام في نفس الوقت دماغك شغاله بص انا مثلا بيجي لك سرطان بسرعه تمام او زي ايه واحد بس مايك زي ايه ما هو انا مش عارف اوظائف مثلا اي حاجه في مصر اي حاجه بتصدق يعني اي حاجه هو اي كل المحله انت لازم تنام فاهم لا هو في ناس كتير مش عارف منهم كمل بقى انا سمعت فريد بص يعني هيموت عايز ينام بجد اسبوع مش عارف بص بقى احنا وصلنا للتكست اخترنا التكست ستايل واحد لكام؟ ل 100 وبعد كده قلنا التكست بلاسمنت قلنا ابوف صح؟ يا احمد انا مركز معاك معرفش ليه
فركز معايا. وهختار التكست الاينمنت اللي هي اسمها الاين ويز دايمنشن لاين. تمام. ليه بقى دي؟ عشان يبقى مايل مع مايل ووافقوا مع الافقي ويبقى على طول الاين ويز دايمنشن لاين. ماشي مع كل ايه؟ مع كل الرزايز بتاعتك. كل الاين. تمام. قول اوكي. تاني اسمه الاين ويز دايمنشن ايه؟ معايا الشباب؟ ابا نوب سيب الموبايل معاك والله. رابع حاجة والأخيرة اسمها البرايمري يونتس. اكتب معايا اتنين او. تمام. تمام في الموبايل ولا معايا؟ لا تمام والله. اتنين او اهي. ماشي. ونيجي على حاجه اسمها الراوند اوف. ايه الراوند اوف ده بقى؟ انت عارف؟ كان شغال في الاكسل ساعات في الايكويشنز ساعات. الراوند اوف اللي هو التقريب. احنا بنقرب لاقرب ايه بقى؟ بص انت عايز لو انت بتعمل دايمنشن مثلا طلع لك 1.2 مهندس رمضان ال 1.2 دي تتحول ل 1 بس ولا 1.20 فاهم 1.25 1.30 بتمشي. انا كده الانكريمنت بتاعي بيمشي ايه؟ خمسات صح؟ يعني 1.5 و1.10 لو 1.17 لا لازم 17 انا عايز 1.15 صح؟ يا اما 1 وكام؟ و20 يبقى انا ماشي الانكريمنت بتاعي ماله 5% صح ولا لا؟ فهاجي في الراوند اوف وادخله كام بقى؟ 0.25 اللي هو ايه؟ 5%. احمد بيه معايا؟ عشان لما اجي اعمل الدايمنشن يبقى تقريبي 5 من ايه؟ 5%. طيب اما هستعمل فريق لان الاول بلاش عشان حاسسك فاهم في الضياع. اكسبريس قدام النهارده اطلبك واحد لا والله احنا يعني الساعه 8 هناخد بريك 5 كمان شويه بس هنخلص دي. اللاين عملنا ايه في اللاين؟ يلا احمد ايه في اللاينز؟ انت معايا خلي بالك. ها ايوه ولو سيت فرونتير سالتك انت يا احمد ما ردتش عليا. ما انا عارف انك قلت تنجز بس بقول على احمد تكست. قلنا التكست نختار على حسب انا شغال بسكين كام صح؟ وفي حاجتين عملناهم تحت يا محمد بيه. الاباف والالاين ويز ايه؟ ويز دايمنشن لاين. تمام. وبعد كده اخش على مين؟ على البرايمري يونتس قلنا البريسيشن 2 دي سي مال والراوند اوف قلنا 0.2 كام؟ 5. بعد ما نخلص الموضوع ده هروح دايس اوكي ثانية واحدة كمل بس وادوس ايه شايف 1 لـ100 شايفين 1 لـ100 اقول له سيت كارنت اقول له ايه سيت كارنت بص كده لما اجي احط الدايمنشن يا هندسة كله يبص معايا هنا من شايفين العلامة دي دي علامة الدايمنشن ابراهيم شايف العلامة دي بص معايا شايفها دي علامة الايه واعمل كده بص كده شايف الدايمنشن طالع معايا ازاي؟ احمر مش باين قوي
شايف كده؟ بص معايا الخطين مظبوطين، التكست ظاهر، فاهم؟ الاسهم مش بره، تحس ان اللوحه لما تطبع يبقى شكلها ماله مهندم. صعب الكلام ده؟ كل الناس تعمل لي الاوبشن بتاع 1/100 وترسم لي خط دايمنشن في اي حاجه. يلا يا احمد بيه هتعملها لي، وانت ابراهيم بيه، وانت بعد سيت كارنت ده اقول له كلوز على كده خلاص. اه، واعمل سيت كارنت وكلوز واعمل دايمنشن، والناس تاخد بريك 5 دقايق. ها عرفنا ان دايمنشن خلاص تمام، والتكست تمام، واللير تمام، والهاتش تمام، صح؟ خلاك هنعمل بس هنعملها دي بس بتظبط شغلها. مين بار؟ انا نور. نور مش بارد. ده احسن من قاعدة جديدة من كده. ويخليك يا اخوان. فين دي؟ ما عنديش. شوف كده. دي. يا عم الكورونا دي في العربيات والله. كان معايا عربية فيها كورونا، دلوقتي اللي مع عربية ما فيها انجكشن. هل ده مع بعض؟ كتب معايا. الارشات الارك. دي اللي بتخلينا نعمل الدايار جديدة؟ اه. نتش النور بقى يلا. كده خلاص كل عمل تكسس انجكشن. امر يا اشمهندس. هنا تعالى بقى يلا الرسمه اللي قدامنا دي. عايزين نرسمها، ركز بس معايا. احنا قلنا النهارده هنخلص البيبان والشبابيك والحيطان، تمام؟ وبكره هنعمل الايه؟ الفرنيتشر. اتفقنا؟ كله هيروح يعمل كده عشان يبدا معايا الرسمه دي. هنعمل ليرز جديده، اولها حرف ايه؟ اختصار اركتكتشر. واجي اقول له نيو اي داش. قول لوحه جديده. اه جديده صح. اه نيو اي داش دور. ركز معايا. اي داش ايه دور؟ اي داش ويندو. وايه داش تكست؟ ابراهيم ركز معايا. اي داش دايمنشن. وايه داش ناقص واحده؟ تكست وفرنيتشر دايمنشن. عملناها باي لون؟ اهم حاجه السمك طبعا. طيب ركز بقى معايا، نيجي نبص على الرسمه اللي عندنا دي. هنبدا مع بعض بالحيطان اللي بره، تمام؟ الحوائط الخارجيه دي 25. معايا شباب؟ محمد فريد، ابراهيم، ركزوا معايا. اجمع يا ابراهيم عندك على الموبايل، اجمع ال 210
140 350 ابقى نقول بعد اذنك دقيقه. هو اللي جايب 210 140 500 250 اداني كام؟ 1100. طيب هنعمل اوردر مالتي لاين، فاكرينه؟ اجيب الاول ايه ده شول. اه خلاص انا عملت اللي ايه. ماشي انا عملت الاول انا. ايه ده شول؟ اوردر لاين. اه ام ال انتر جاستيفيكيشن ايه؟ ها زيرو. وسكيل كام؟ 25. لا لا 25. اه هشتغل بالسنتي. الناس ما قلتهاش ترسم معايا، قلت الناس تركز معايا. ادي ام ال انتر جاستيفيكيشن زيرو وسكيل 25 واعمل كده. همشي كده مسافه الكام؟ انت قلت لي كام؟ 1100. تمام شايفها؟ طب سؤال بقى، انت شغال سنتي حوالي كام ايه؟ جبت 8 يونتس؟ انا شغال واحد. حد مش فاهم؟ احنا كنا بنعمل 11 ليه؟ سمعت شكلنا بنعمل 11؟ لو احنا اشتغلناها على اللاب بتاعنا. هي اللوحه بالسنتي. تمام. هشتغلها بالسنتي. بس احنا بنخش في الميت بعد كده يونتس؟ كنا بنغير، لو كانت ملي متر نخليها سنتي ولا ماشي. بس هي الوحدات اللي قدامك دي بالايه؟ ماشي. عايز تشتغلها بالمتر هتقسم، اقسم على 100 واشتغل. ماشي. فهمتني؟ تمام. بس مش عايز اقسم. عايز تخلص بسرعه. نيجي بقى للناحيه دي، اقسم 300 و300 و400 كام؟ 1000. 1000. اروح عامل مالتي لاين. هنزل من النص هنا كام؟ هنزل من تحت 1000 صح؟ ادي 1000. اه 1000 من سنتر لسنتر. مشي كده كام؟ اكيد مشي المسافه اللي فوق واقفلها مربع، صح ولا لا؟ اه. بس خلي بالك من حاجه، ان شكل الحيطه هنا وقف لحد هنا صح؟ ودي لا، دي كان خط يعني دي مش حيطه. ده جاردن، سور حديقه، فاهم؟ مشي كده مسافه الكام؟ 350. وطلع حيطه لحد الايه؟ لحد الاخر. فاجئ هقول له مالتي لاين يا ابراهيم، انت مركز في الكمبيوتر بتاعك ليه؟ بجيب النص وامشي كده كام؟ 350. واطلع فوق لحد فين؟ صعبه دي؟ ما عشان انا شغال مالتي لاين. حيطه بقى مش 25. طيب على مسافة 400 كان في حتة كده صح؟ ردوا عليا باشمهندسين. فأنا هطلع كده لاين مسافة الكام؟ وهقول له مالتي لاين اعمل لي كده صعب. طيب وعلى مسافة أنا دلوقتي رسمت الخط ده صح؟ 300 في كمان ايه؟ اهو على مسافة 300 من النص. ها ابراهيم في خط تاني مش ده اللي احنا عاملينه صح؟ وهو هنا عامل خط على مسافة كام؟ دي كام؟ 210. في حته نازله صح؟ يعني هاجي كده اقول له امشي لي 210 مالتي لاين لحد تحت صح ولا لا؟ مش ده اللي حصل؟ مش ده التقسيمه اللي هو مقسمها؟ طيب تعالى التقسيمه دي نخلصها. انا
قلت لك يا محمد بيه فريد لو عايز انا اعدل في المالتي لاين لازم الاول اعمل اوردر ايه؟ اكسبلود صح؟ ايه اكسبلود ده يا احمد؟ ان انا افجر الايه؟ الخطوط يا ابراهيم. ده مش خط واحد ده ايه؟ خطين. لازم اعمله ايه الاول؟ اعمل له اكسبلود. فما عملت له اكسبلود اتحول لايه؟ كل واحد ايه؟ خط صح؟ نبدا بقى اوردرات ترم. فاكرين اوردر ترم؟ بيعمل ايه؟ بيشيل الزيادات. طيب بتسلكت وبعد كده دوس اكس انتر. طيب احنا عايزين نوصل الاثنين دول ببعض صح؟ كل يكتب معايا اوردر فلت خدناها قبل كده؟ كل يكتب معايا اوردر فلت وخطوات اوردر فلت. مش لازم فلت خطوات اوردر فلت اختار فلت شايفينها؟ اختار ايه؟ ثم اختار بعدها ريديوس. اختار بعدها ايه؟ ريديوس. مش انا عايز الخطين دول يتلاقوا عموديا؟ يبقى الريديوس بينهم ايه يا شباب؟ كده زيرو. زيرو. لما اختار الخط ده والخط ده ايه اللي يحصل؟ بص راح عملها لي عمودي تاني كده. اخترت اوردر ايه يا شباب؟ with radius a. اخترت ده والخط ده. نبدا نقفل ايه يا شباب بقى؟ الخطوط اللي عندنا بالمنظر ده صح؟ طيب طب انت حضرتك عملت تريب دي ولا لا؟ انا عملت فلب بس. هو شالها. هو شالها؟ اه. نيجي هنا لو جينا بصينا الحته الوقافه دي هنلاقي ان مفيش على اليمين ايه؟ حيطه صح؟ يعني الحته دي انا رسمتها في الجزء كله. لا ده هي واقفه لحد مين؟ طب ايه الاوردر اللي بيشيل عندي الزيادات؟ اوردر ايه؟ ترم. اختصاره ايه ترم يا بنو بقعد عدل؟ طيب تي ار انتر مرتين. اشيل كده واعمل كده صح ولا لا؟ مش دي حيطه بالمنظر ده؟ طيب احنا كده ظبطنا الجزء اللي على مين يا شباب؟ على الشمال اوردر فلت واوردر ايه؟ ترم. اهو مش هو ده؟ بس انا عندي حاجات بقى زياده، عندي باب 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 وهنا في ايه؟ شباك 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 شباك، صح؟ طيب عايزين نعرف ازاي نرسم باب وازاي نرسم ايه؟ شباك. هو الباب ده مش المفروض بيجي من البلوكات؟ لا انا عايز اعلمك ازاي ترسمه. ماشي؟ الباب متر، البيبان دي كلها عرض ايه؟ متر. لما نيجي نرسم باب هنعمل ايه؟ الموضوع بسيط جدا. هترسم خط طوله متر. ركز معايا. باب طوله ايه يا شباب؟ 100. ادي ال 100 صح ولا لا؟ اكتب معايا ان الارك ستارت سنتر اند. تاني من ارك ستارت سنتر اند. عشان نرسم الباب. اه. ايه ستارت سنتر اند دي؟ ادي الستارت صح؟ وادي مين؟ عملت على مسافه معينه السنتر. وادي مين؟ الاند. تاني انا الباب عرضه كام يا محمد يا ابراهيم؟ متر. هرسم كده متر اهو. ثم من ارك ستارت سنتر ايه؟ ادي الستارت. وادي مين؟ وادي مين؟ الاند. صعبة؟ اشيل الزيادة ازاي؟ بيعمل لي الايه؟ الباب. تاني انا في باب تاني عندي فين؟ في بابين نفس الباب. طب مش المفروض الخط دوت ليك الباب دوت
على بعد من الحيطه دي 5 سنتي. طب انت ما استهيش انا عملتها كده بالحب. نيجي بقى هنا في باب تاني اللي هو الباب ده شايفينه؟ هنزل لا انا عايز اعمله تاني. هنزل كده كام متر؟ ومن ارك ستارت سنتر ايه اند. ادي الستارت وادي السنتر وادي الايه وبعد كده اوردر ايه شيل الزيادات. معايا يا شباب؟ اه. في باب هنا تاني اروح نازل لاين لتحت 100 ثم من ستارت سنتر اند. ادي الستارت وادي السنتر. ايه اللي حاصل ده بقى؟ لا هو جاي من الناحيه الثانيه. يعني هو جايبها لي كده صح؟ انا عايز اخليه يجي فين؟ كنترول يعمل ادوس على كنترول في الكيبورد يعمل ايه؟ يقلب لي الاتجاه. افضل دايس كنترول افضل دايس يجيبها لي هنا واعمل موف. هقول له ترام واشيل ايه يا شباب؟ الزيادات. صعب الكلام ده يا شباب؟ صعب؟ يلا بسرعه كله يعملها لي. في حد واقف معاه مشاكل يا شباب؟ حد معاه مشاكل؟ خمس رمضان تمام؟ طيب اخر حاجه هناخدها الشبابيك. ركز معايا كل يركز معايا بس. ايه ده اش ويندو؟ خلي بالكم انتوا عليكم البلان كله كامل. ها انتوا عليكم تاسك بكره تجيبوا لي البلان كله ايه؟ كامل ما عدا الفرش. وبكره هنعمل الفرش مع بعض اتفقنا؟ ماشي يا احمد؟ ايوه. عايزك الفلاشه دي على الفيديوهين الفيديوهات انا هنقل الفيديو بتاع النهارده كمان على الفلاش. الناس ما تمشيش غير لما تاخد الفيديو الايه؟ بتاع محاضره النهارده عشان لو ما لحقش يترفع لبكره ما تجيش تقول لي اصل انت الفيديو رفعته الساعه كام؟ 12. تاخده قبل ما لسه ما خلصناش قبل ما نمشي. تمام يا شباب؟ طيب الشبابيك بقى ايه داش ويندو؟ بكل بساطه الشباك سهل قوي. هنا في شباك بعرض كام؟ متر 20. بنيجي هنا لاين همشي 120 تمام يا بيه بره الرسم واطلع 25 مسافه الحيطه وامشي 120 وانزل اقفل تحت صح؟ واعمل خط في نص الايه؟ المسافه. واعمل خط تاني في نص المسافه دي تمام كده؟ معايا يا شباب؟ واخد كوبي حط الشباك هنا. معايا يا شباب؟ هو معلش احنا طلعنا فوق كام؟ 25 25 اه. تعالى نعملها تاني. عندي شباك هنا بس واقف شايفه؟ من غير روتيت بقى تعالى نعملها تاني عشان نتعلم تاني الاوردر. محدش يجرب معايا. ابراهيم 120 25 120 واقفل كده واعمل لاين واعمل لاين في النص واخد كوبي واحطه فين؟ احطه كده احط بس وخلاص. صعب الشباك كده يا شباب؟ يبقى انا عملت الشباك وعملت الباب وعملت الايه؟ الحيطان. عليك تاسك كل ده المره الجايه يجي خلصان بكره يعني ان شاء الله. والناس الفلاشه هيكون عليها الثلاث